خلونا دلوقتي نروح كمان ونفكر حضراتكم بحاجة مهمة. وزارة الصحة بدأت النهاردة الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال اللي هتستمر لحد يوم الأربع اللي جاي. الحملة بتستهدف تطعيم الأطفال من عمر يوم لعمر 5 سنوات مجانا، ده للمصريين وكمان ضيوفنا غير المصريين الموجودين على أرض جمهورية مصر العربية. وزي ما قلنا قبل كده، كل ده الهدف ان احنا نحافظ على مصر خالية من شلل الأطفال. نتمنى يعني نكون يعني وصلت الرسالة، ما تهملوش الحملة مستمرة زي ما قالت إيمان لحد يوم الأربع. ما فيش تسجيل لأي حالة من حوالي 20 سنة، فبنتمنى يعني يفضل الوعي ويزيد اكتر واكتر. احنا بننبه هنا من برنامجنا، عارفين انكم تشوفونا وتحبوا تتابعونا. وزاره الصحه عامله اللي عليها الحقيقه، حمله مهمه، بس احنا نهتم بصحه اولادنا. فعلا، وعجبني جدا ان في حملات بتروح للبيوت، فرق طبيه، تمريض، يعني جمال جدا، وبيلفوا على البيوت وبيطعموا ضد شلل الاطفال. والحمله فعلا مستمره لغايه يوم الاربع، وفي صحوه كبيره جدا جدا مع الناس كمان. الناس متجاوبة والناس بقت فاهمة والناس بقت في وعي كبير جدا في الأسر المصرية، وقد إيه الموضوع ده مهم جدا. تيجي بقى إيه ست الستات تقول لك إيه ده، أنا طعمت الولد وطعموه في الحضانة، ده طعموه في ده كده خد التطعيم مرتين، ولا تخافي ولا تقلقي، مفيش أي حاجة خالص ولا أي حاجة حصلت، عادي جدا. وزارة الصحة قالت إن عادي حتى لو الطفل اتطعم مرتين يا ستي، زيادة التوكيد ما فيهاش مشكلة. مصر نجحت في إن إحنا نوصل لمصر خالية من شلل الأطفال، ده نجاح. بس دايما بنقول الأهم من النجاح إن إحنا نحافظ عليه. صحيح. ده هدف، الهدف الأهم. فخلينا نحافظ على مصر خالية من مرض شلل الأطفال، لأن لو شفنا ورجعنا بالتاريخ شوية كتير كان الوضع صعب قوي. فيعني ربنا يحفظنا ويعافي مرضانا يا رب، وخلينا نلتزم عشان نكون ماشيين في اتجاه صح. واحنا قادرين نعملها طبعا. يعني احنا بقينا كمان خاليين من فيروس سي، وده انجاز، كان انجاز تاريخي وانجاز مهم جدا. فشلل الأطفال، مصر هتبقى خالية من شلل الأطفال في وقت قريب جدا جدا، لأن في مع التوعية اللي عاملاها وزارة الصحة في وعي كمان من الأهالي، وده حاجة مهمة. جميل جدا جدا. قولي يا منى. لا، ما عنديش تعليق حقيقة. أنا مبسوطة إن إحنا بنحافظ على، يعني أما نحافظ على صحة ولادنا إحنا بنحافظ على القوة البشرية. يبقوا أصحاء منتجين، مش عالة على ميزانية الدولة. يا ربنا يعيش في كل أولادنا يا رب. لكن أنا ببقى عندي وعي، بحفظ الأسرة، بحفظ صحتي. أنا ما أرهقش مع طفل مريض أفضل أجري بيه طول الوقت وبقدر أكلف الدولة. لا، ابن سليم يكون عطاء بشكل كبير جدا. دي القوة البشرية اللي احنا عايزين نحافظ عليها. خدتي بالك يا مونمون من الجملة؟ ممكن أقول حاجة؟ أنا أسف. قولي. أنا لسه بقول مصر تكون خالية قريبة من شلل الأطفال. مصر فعلا خالية من شلل الأطفال من 20 سنة. أنا ما فيش، لم يسجل أي حالة، فأنا ده كان غلط مني، بس حبيت أوضحه. بقول إني فعلا إحنا خاليين من فيروس سي وخاليين من شلل الأطفال، ولازم يبقى فيه وعي على طول ودراية، ولازم أي حالة أو أي حالة تبقى موجودة نبلغ بيها. يعني ده برضو بيساعد وزارة الصحة ان هي تبقى عارفة اكتر معلومات، ان احنا كمان لينا دور. لازم ان احنا كمان كأهالي او كأسر نبقى فعالين، مش بس نفضل مستنيين وبنرمي كل الحمل على الدولة. طبعا، واحنا يعني الناس بيجوا لحد البيوت ولحد كل شبر في جمهورية مصر العربية، والمسألة سهلة وبسيطة، في المدارس، في الحضانات، في البيوت، في كل حتة، قوافل طبية متنقلة. وأنا عايزة أقول احنا خدنا بالنا وحطينا خط كده صغير، عشان هي دي مصر يا جماعة، للمصريين وغير المصريين اللي عايشين على أرض مصر اللي احنا بنقول عليهم ضيوفنا. يمكن في أي دولة في العالم لما يكون في أي تطعيم من أي نوع في الدولة دي، أو تطعيم أساسي أو المفروض ان الولاد ياخدوه، بيقول لك لا، ده اهل البلد المواطنين. لكن انت مش مواطن. لا، احنا عندنا مصر ما بنفرقش، يعني اللي دخل بيتنا واحنا بيتنا يسعمل حبايب الف، احنا اهل كرم، وضيوفنا كمان على راسنا من فوق، وفي الاول في الاخر كلنا عايشين مع بعض على ارض واحده. صحيح.